مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. في الحقيقة أنا جاية أفضفض معاكم شوية قبل ما نبدأ حلقتنا وقبل ما نتكلم في الموضوع المهم بتاع النهاردة، بس إحنا عايزين بس ندخل في 3 نقط كده بسرعة، وهما ملهمش علاقة ببعض قوي بس أنا شايفة إن هما قريبين من بعض. أول حاجة إحنا هننتقل عند الزوج المصري أو الرجل المصري بمعنى أصح. تعالى كده اسأل أي راجل مصري في الدين هيقولك الشرع حلل 4 وناقصات عقل ودين، بس هو تقريبا دي اقصى معلوماته اصلا في المواضيع دي. طيب تيجي تسال راجل مصري بقى، تبص تلاقيه إيه؟ تبقى مثلا بنت مثقفه بتتكلم معاه وبتتناقش وهي واخده بوينت في الموضوع، ويعني واخده وضعها في الموضوع وعارفه تتكلم وجايه عليه جامد يعني، فيقوم جاي ناهي الموضوع بناقصات عقل ودين. هو بيبقى متهيأ له او بيبقى شايف ان هو كده يعني نجح في اللي هو عمله، او ان هو كده اللي فاز، او هو كده اللي كسب الجولة، بس في الواقع هي بتكون شايفاه من جانب تاني خالص. ليه بقى؟ لان الموضوع اغلبنا، مش كلنا، مش هقول كلنا بس هقول ان اغلبنا بيكون شايفه من ناحية تانية خالص. شايفه ازاي؟ احنا فهمنا الموضوع غلط، او احنا ترجمنا الحديث غلط. ازاي؟ دلوقتي في وقتنا الحالي احنا لما بنيجي نشوف السيدات بنلاقي فيه وزيرات، في وكيلات وزارة، في بيزنس وومن، سيدات مجتمع، وغيرهم كتير قوي ناجحين جدا في المجال. بل العكس، ان في اغلب السيدات بتكون في نفس المجال اللي بيكون فيه الراجل وبتكون ناجحة جدا عنه. لو جينا في بند الدين برضو هيبقى نفس الموضوع بالظبط. ازاي برضو؟ يعني نبص نلاقي الست، اغلب الستات بيكونوا غاضين لبصرهم، يعني صعب جدا تلاقي ست جريئه او طول الوقت بتبص وكده، عكس الراجل تماما. بنلاقي ان الست يعني بتلتزم بـ 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 بنقاط دينها او بالموضوعيه بتاعت دينها اكتر من الراجل. طيب هل معنى ذلك ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان غلط؟ لا، هو الحقيقه الحديث كان صح جدا، بس احنا الغلط، احنا اللي فهمناه غلط. يعني ايه؟ باختصار كده في موضوع ناقصات عقل ودين، احنا هنا شهادة المرأة الواحدة ما تنفعش قصاد شهادة رجل، يبقى رزم رجل وامرأتان، ده احنا عارفينه كلنا. فهنا هي هنا اما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل، ما كانش قصده ان هم ناقصين في العقل لا سمح الله، هو كان قصده ان هم شهادة المرأة ما تنفعش قصاد شهادة رجل، فكان لازم رجل وامرأتين. بالنسبة لنقصات دين بقى، الموضوع بأن أي سيدة بتكون حائض أو نفسة. نفسة لما بيحصل إنها بتكون أم ولسه والدة جديد، بتكون نفسة لمدة 40 يوم، ولما بتكون حائض بتكون حائض من 3 لأسبوع، من 3 أيام لأسبوع بتكون فيهم حائض. فهنا بيسكت عليها فرضين أساسيين من فروض الإسلام اللي هما إيه؟ الصوم والصلاة. فهنا هو بيكون في نقص في الدين من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش معناها ان هي عندها نقص في الدين او حاجه زي كده، لا بالعكس، هو ربنا بيسقط عليها فرضين من فروض الاسلام. فمعنى الصح للحديث ان هم ما ينفعش شهاده رجل قصاد شهاده مراه، وناقصات دين ان الست بيسقط عليها فروض من الاسلام بامر من الله عز وجل. طيب ننتقل بسرعه للنقطه الثانيه، وهي ان اغلب الرجاله دلوقتي تلاقي الراجل قاعد لابس الفانيلا كده في البيت وقاعد منظره ما يسرش خالص، ويجي يقول ايه، يبقى بيتفرج على واحده في التلفزيون يقول هي دي الستات ولا بلاش. فتيجي انت تبص، يعني هي الست بتبقى قاعده جنبه، يا عيني هي قاعده بتبص عليه اصلا، هي شايفه ان انت اصلا ما ينفعش انك تقول الكلام ده، انت غير مؤهل انك تقول الكلام ده، وهي قابله ومستحمله وشايفاك زي ما انت وحباك زي ما انت، حباك زي ما انت بفانيلتك وبكرشك اللي بتبقى قاعد بيه في الشقه، وعادي خالص مش معترضه، تمام. بس انت بقى تيجي تبص تلاقي، تبص تلاقيك انت بتبص على ستات، الواحده منهم انت مرتب الشهر بتاعك هي بتروح تعمل بي بودي كير مره في الاسبوع، ده ما كانش بتعمل مرتين في الاسبوع. الواحده من دول بتصحى الصبح بيكون عندها داده، بيكون جوزها جايب لها داده تعمل لها نسكافيه اول ما تصحى من النوم. انت لو معاك ثمن النسكافيه او معاك ثمن الداده اللي هتجيب النسكافيه وتعمله لها اول ما تصحى من النوم، خش بقلب جامد واتكلم زي ما انت عايز، انما ما تبقاش انت ظروفك وحشه، مراتك شايله بيتك، شايله همك وشايله هم عيالك بمعنى اصح وبمعنى اقوى شويه، طول النهار في المطبخ بتتحرق وبتشيل وبتحط وبتتعب وبتشيل ولادك وبتشيلك انت شخصيا، وشايله هم هتيجي تاكل ايه، هتعمل ايه، لبسك، اكلك، لبس ولادك، ولادك لازم يكونوا نضاف، لازم يناموا، لازم يذاكروا، كل ده، وتيجي انت في الاخر بعد كل ده وتقول هي دي الستات ولا بلاش. انت ما تقارنش الست المصريه الاصيله الطيبه اللي استحملتك بظروفك ومشاكلك وتعبك وكل ده، ما تقارنهاش بواحده تانيه بتقبض معلش انت ما تقدرش تكفيها مرتب شهر، ما انت ما تقدرش تكفيه في يوم.
طيب النقطة الثالثة والأخيرة معانا وهي ايه؟ البنات اللي رايحين الجامعة جديد اغلبنا بيبقى في الوضع اللي زي ده، وانا قبلكم كنت بشوف بقى الموضوع ايه، هنروح نعمل ايه، وطبعا تامر حسني والناس المحترمة دي هيقولنا عن الجامعة جو تاني خالص، اللي بيقعد بالجيتار على سلم الجامعة واحنا نتلم حواليه. الموضوع ده يا جماعة ما بيحصلش، ما فيش حاجة اسمها ان انا هقابله هخبط فيه هيحصل سلو موشن والكتب هتقع وهننزل نلمها انسوا الموضوع اكبر من كده بكتير. انت رايحه جامعه، رايحه مكان عشان تطلبي فيه علم، ركزي على القبه يا نجيبه، اسمعي مني، بلاش موضوع العريس ده خالص، بس تبقي رايحه علشان خاطر انا رايحه عشان اتخطب، او انا رايحه عشان ارتبط، او انا رايحه عشان، خصوصا ان اغلب البنات اللي بيكونوا رايحين الجامعه بيكونوا سنجل، اوكي؟ فبيبقى اغلبهم حاطط بند ايه، ان هي وهي بتختار لبسها بتختاره علشان مثلا انا بتبقى حاطه في دماغها ان انا هكون حلوه، هكون شكلي حلو، مش عشان هي عايزه تبقى حلوه، لا عشان تعجب شخص معين هناك او غيره. البند ده مرفوض تماما، مش علشان انا بقولك انا حد صالح 100%، كلنا اخطاء، بس عايزه اقولك ان هو موضوع اكبر من كده. حاولي يكون ليكي كارير الاول، ليكي كيان، لو عندك موهبه ففي دلوقتي الجامعات بقت بتدعم المواهب بشكل هايل جدا، وبقى في مسابقات لجميع انواع المواهب وبتدعم بمبالغ ماديه رهيبه، تمام؟ يعني في ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، بس ابقوا ابحثوا في الكليات ودوروا على الموضوع ده، هتلاقوا انكم بتدفعوا مبالغ ماديه حلوه، بيدفع لكم مبالغ ماديه حلوه جدا مقابل انكم بتقدموا موهبتكم. طيب غير كده ركزي في العلم اللي انت رايحه اصلا علشانه، انت دخلتي كليه وجبتي تنسيق ودخلتي بمجموع معين الكليه دي علشان تعملي فيها كارير، مهما كانت بسيطه، حتى لو معهد، مهما كان هو ايه، فانت تقدري تعملي منه كيان لنفسك، وتقدري تعملي منه اسم لنفسك، وبعد كده هيجيلك الشخص المناسب لحد باب البيت. كده كده انت نصيبك مكتوب لك، بس في فرق ان انا لما اكون كبيره وعاقله وقادره هقدر اختار العلاقه الناجحه السليمه اللي هيكون انا وهو راضيين عن بعض، هنتعامل بدون ما حد فينا يكون فيك، وبدون ما يكون فينا حد بيقعد يعني بمعنى اصح متصنع، اللي هو انا برسم حاجه معينه، باكل بشكل معين، بعمل عشان اعجبها. لا، هتختاري الشخص المناسب، الشخص السليم، الشخص اللي شبهك، اللي شبهك واللي هيدخل البيت من الباب ويشوفك بطبيعتك وانت تشوفيه بطبيعته، وبعد كده ان كنت راضيه ساعتها بنسبه 90% عنه وهو نفس النظام راضي بنسبه 90% عنك، فساعتها انا هقول لك انك اختاري الموضوع ده، لكن ركزي في تعليمك. اخر حاجه قبل ما نطلع فاصل، حابه بس اتكلم عن بنت هايلة جدا، هي لسه في مرحلة الثانوية، عملت رواية حب مؤقت، هتنزل ان شاء الله يوم 1/10 في معرض الكتاب، هي آية دويك. آية دويك لسه طالبة ثانوي، ورغم ذلك عملت رواية هايلة جدا، اتمنى ان الكل يكون من متابعين آية دويك، وهي من بنات الناجحة جدا، واتمنى ان كلنا نبقى زيها. انتظرونا بعد الفاصل، ما تروحوش في اي مكان، مع برنامج بنت البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. احنا طبعا في الفترة أو الآونة الأخيرة انتشرت قضايا الطلاق، وأصبحت يعني كتير قوي، وبدأت المحاكم ومحاكم الأسرة بقت ممتلئة بشكل غير عادي بقضايا الطلاق والانفصال والنفقات والكلام ده كله. احنا النهاردة عشان ان احنا يعني طبعا كان في حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ان كان فيما معناه يعني فيما شرحه ان كان ابليس، واحنا عارفين كان بينصب كده القعده بتاعته كده على الميه فيما معناه، ويلم جنوده حواليه ويقول لهم ايه يعني اللي هيجي لي بحاجه النهارده يعني كده يعني حاجه قويه، او يكون اكثر جور في اللي مؤمن انا يعني ايه هتوجه النهارده وهلبسه التاج. طبعا احنا الاول البدايه هنرحب بسياده المستشار عبد الفتاح علام، وغني عن التعريف طبعا، وعشان نكمل السلسله والحلقه اللي احنا بادئين فيها النهارده. بس طبعا انا بدات الحلقه بالكلام ده، طبعا ابليس في اخر اليوم بيعمل متابعه بقى ومراجعه للجنود بتوعه اللي ما بتتعملش في معظم المصالح الحكوميه، بمعنى تقرير كده يومي بياخده، بيقول لهم تعالوا بقى كل واحد يجي كده يقول لي انت عملت ايه النهارده، يجي له طبعا واحد يقول له انت انا خليت فلان يقتل وخليت فلان يسرق وخليت فلان يعمل حاجه تانية.
فالمهم يقول له ايه يعني مش عاجبه الكلام، يجي له بقى واحد تاني كده يقول له ايه انا فرقت بين رجل، معناها خربت بيت، بين الرجل وزوجته خرب بيته، خرب بيته. فيقول له تعالى انت، انت تعالى يعني فيما معناه، وياخده طبعا ويلبسه التاج. ليه؟ وليه بقى؟ احنا عايزين نعرف النهارده واشمعنى دي الحاجه الوحيده اللي هو بيفرح بيها ابليس وجنوده، بمعنى اصح او معنى الكلام هنقول عشان ابليس وجنوده طبعا يهمه ان لو عمود المجتمع وقع يبقى مصر. المجتمع والشباب اتدمر وبدات كل الذنوب والقضايا هتتعمل واشعال فتنه واشعال حاجات كتير وضياع شباب وتدمير شباب بسبب الانفصال وبسبب قضايا الطلاق. وبرده هرجع واقول ان احنا يمكن من اسبابها الرئيسيه ان احنا مش بنحسن الاختيار. لو احنا احسنا الاختيار وقت ما بيجي الشاب او البنت بتختار خطيبها او عريسها او الانسان اللي بتقدم لها على مبادئ واسس كويسه اللي هي الدين والاخلاق الاول قبل المال وقبل اي حاجه، اكيد ربنا هيوفق للزواج الصالح وهتكون اسره سعيده. ويا ريت نفكر لقدام ما نفكرش دلوقتي. وطبعا احنا برضو هنقول كلمة كده برضو بداية كده سريعة، ان المفروض الانسان قبل ما ياخد، احنا جوزنا خلاص، قبل ما ناخد قرار الانفصال نفكر كويس قوي، وخاصة لو في اولاد، لان احنا هنعرض حاجات من خلال الحلقة وتقرير ان شاء الله. اتمنى ان الواخدين حتى قرارات في الطلاق يراجع نفسه مرة واثنين وعشرة. وطبعا هنبدا بان احنا عايزين نعرف مع سياده المستشار في سؤال جاييني، هل الطلاق ده يعني بيتجزا او له انواع؟ عايزين نعرف انواع الطلاق ايه؟ طبعا بدايه انا متشرف طبعا اكون موجود معاكم. ده شرف لينا يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا رب. هو الطلاق انواع. الطلاق انواع. لكن بس انا عايز اردف لشيء يعني اؤكد عليه. احنا عندنا مشكله دلوقتي. السادة المشاهدين ممكن يكون بيتفرج مثلا علينا مثلا طرف احد طرفين نزاع، ما هو اما راجل او ست، صح؟ فممكن يقول لك مثلا البرنامج واخذ مأخذ الست. لا دي لسه جزئيه ثانيه. أو مثلا الراجل فيها برضه دايما حضرتك بتسبقنا. وده برضه احنا الطلاق بقى. احنا عايزين نعرف انواع الطلاق الاول. الطلاق. بص بعد اذن حضرتك الطلاق اتفضل. الطلاق فيه طلاق رجعي، ايوه تمام، اللي هو الطلاق الغيابي، وفي الطلاق الحضوري اللي هو البينونه الصغرى. أي. يعني ايه حضرتك النهارده؟ تمام. يعني النهارده كزوج بقدر اطلق زوجتي طلاق غيابي، وبناء عليه الطلاق الغيابي ده من حق الزوج مراجعه زوجته. تمام. بدون موافقتها. يعني النهارده واحد راح للمأذون مثلا وطلق مراته، تمام حضرتك كده؟ ايوه. المفترض في الشرع ان هو ثلاث حيضات. أي. القانون بيقول ان هو ممكن النهارده المأذون او الموثق ان هو يقدر يؤكد الكلام ده بعد حطين، يعني مثلا في حدود 65 يوم. تمام. لاستكمال ال 90 يوم. وبالتالي من حق الزوج في الحاله ديت مراجعه زوجته بدون رضاها. اما الطلاق الحضوري اللي هو بيبقى على الابراء، يعني ده بيبقى في مواجهه الزوج والزوجه. تمام. وبيبقى في اتفاق بينهم وبين بعض، وبناء عليه ده بيبقى اسمه الطلاق الحضوري. الطلاق الحضوري حضرتك النهارده احنا عندنا حاجه اسمها البينونه. البينونه الصغرى والبينونه الكبرى. الطلاق الحضوري بينونه صغرى. بينونه ده بينونة واحد. يمين يعني؟ ايوه يا فندم. يعني ايه بينونه حضرتك؟ او ايه الطلاق الحضوري؟ ايوه احنا عايزين نعرف يعني ايه بينونه. الطلاق الغيابي احنا قلنا ان الزوج قادر على مراجعه زوجته بدون رضاها. تمام. اما الطلاق الحضوري او البينونه لا يستطيع، يعني هو النهارده طلقها دلوقتي. ايوه. تمام حضرتك؟ لسه مطلقها دلوقتي. هل يستطيع ان هو يقوم برضها تاني؟ لا. ليه بقى؟ لان ده طلاق حضوري، ده الطلاق على الابراء، ده بينونه. حتى عشان كده اما نيجي النهارده لو زوج توفى وهو مطلق مراته طلاق غيابي فهي ترقص. عكس الطلاق الحضوري اللي هو الابراء. لانها اصبحت زوجته حكما في الشرع، ولكن لا تستحل له الا بمهر جديد وموافقه منها. كلام جميل. ده نوع الطلاق. يبقى في طلاق حضوري وفي طلاق حضرتك غيابي، وده طبعا بعد كده بيبقى ليه نتاج على النفقات. بالنسبه للقضايا بقى، هل داخل محكمه الاسره في قضايا تخص الرجل وقضايا تانية تخص المراه؟ طبعا. وما ادراك ما القضايا. هو ده طبعا انت حضرتك نويت برضو في السؤال بتاعي ان في حاجه بتخص الرجل والمراه. طبعا. ده عشان ما نبقاش جينا على الرجل او جينا طبعا. على المرأة. هو محكمه الاسره اسست مش عشان طرف على حساب. أيه. طرف هو ده. فبناء عليه في ناس، بعض الرجال مثلا يقول لك ان احنا مظلومين، ان احنا بيبقى في قضايا، ان احنا كثره القضايا علينا مش قادرين نسدد. أيوة. مش قادرين نعمل. في نفس الوقت برضو الست بقى، وده وجهه نظر
هو ليه رايه وعنده وجهه نظر بكده. تمام. وبرده الست برده الطرف النزاع القائم الاخر برده بيقول لك انا مش قادره اتحصل على نفقاتي، انا متبهدله، انا غير متعايشه، انا عندي ابناء. فبالتالي كل طرف بنلاقي ليه وجهه نظر صحيحه وسليمه من وجهته. تمام تمام حضرتك كده، كلام حضرتك مظبوط. طب احنا عشان برضو الرجل اللي هو بيقول احنا او المحاكم الاسره معموله عشان المراه، طبعا المرأة القضايا اللي الاستاذه سالت عليها اللي قالتها. طب خلاص حضرتك اتفضل جاوبها. هو بالنسبه للزوجه قبل التقرير يعني يعتبر لها نصيب الاسد. الايه؟ بالنسبه للزوجه بيعتبر لها نصيب الاسد. تمام. في قضايا الزوجيه. تمام. لان النهارده عندها قضايا طلاق، قضايا الطلاق دي انواع. ما نقدرش نلمهم كلهم في حلقه. يبقى انا عندي قضايا طلاق، في طلاق للضرر، في طلاق للغيب، في طلاق للهجر، في انواع ياما جدا. عندها طبعا قضايا نفقات، في نفقات الاولاد، في قضايا اجر مسكن وحضانه، في كم قضايا، في عندها تبديد قائمه عن الجهاز. ونبهنا وقلنا بحذر شديد بعد اذن حضراتكم، خدوا بالكم من معلومه مهمه جدا، لان بعض السيدات بتيجي وتقول انا قضيه القايمه بتاعتي اخذت براءه. طب اخذت براءه ليه حضرتك النهارده؟ مع ان القضيه سليمه وانا ليا قايمه. لان حضرتك انت ما اتبعتيش الاجراء القانوني المستثنى من القانون. تمام. لان المفترض، خدوا بالكم النقطه دي مهمه جدا. ايوه مهمه قوي. طيب انت حضرتك دخلت في القايمه صح؟ لا طب ده جزء باشا. لا ده جزء القايمه، ده سؤال تاني لوحده. طيب برضه زي ما اتفقنا. طب احنا معانا مداخله على التليفون الاول بعد اذن حضرتك. اتفضلي. اتفضلي مين معانا؟ ام احمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه صباح اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايه البرنامج الجميل ده ما شاء الله. ربنا يعزك ويحفظك يا رب، ومتشكره لحضرتك ابدا. ربنا يخليكي. وحاجه جميله والله ان في حاجات بتتناقش كده تمس الناس وتكون حاجه مفيده، يعني الناس تستفيد بيها. انت حضرتك استاذه صباح من بلطيم صح؟ ايوه انا من بلطيم الشهيد. ايوه ممكن بس عايزه اكلم المستشار لو سمحتي. اتفضلي يا فندم تحت امرك طبعا، البرنامج كله بتاع حضرتك. اتفضلي. ربنا يخليكي. ربنا يرضى عليكي. السلام عليكم. ام الشهيد. ام الشهيد ام احمد اسماعيل. وعليكم السلام سياده المستشار، اهلا بحضرتك. البقاء لله، يعني انا سمعت الكلام ده. الدنيا والدوام لله. انا كنت بس عايزه اسال حضرتك على حاجه. على فكره انا والدي شهيد، حضر حرب اليمن، قعد فيها 26 شهر. رجع من اليمن حضر 67 وفقد فيها. تمام. احمد ابني، الحاجه اللي بكلم حضرتك عليها، احمد ابني بقى، احمد ابني في عنده 23 سنه. تمام. واحد لا يخاف الله قتله في الجيم، ضربه بالحديده على دماغه، موته، فقد الوعي على طول. ايوه حضرتك معايا. انا من الكلام ده في اول شهر 6، انا لحد دلوقتي ما خدتش حق احمد ابني ولا اعرف حاجه عنه. وبصراحه احنا يعني انا في ماساه، لان احمد ابني الوحيد واتقتل غدر، لان هو انسان كويس محترم ملوش في اللي حصل ده كله. ولحد دلوقتي انا ما خدتش حق احمد ابني. انا عايزه اخد حق احمد ابني بما يرضي الله بشرع الله. تمام. وكمان ان انا بتألم بقالي 4 شهور وانا عمالة بتألم، بتحرق دمي، بيتحرق، بموت، ومش حاسة ان في حد حاسس بيا، ومش حاسة ان في نتيجة، ومش حاسة ان احمد ضاع مني هباء كده يعني. بعد ربنا يعوضك يا رب بخير الدنيا كله يا رب للآخرة ان شاء الله. طبعا اتفضل. ربنا يصبر قلبك يا رب. طبعا ام الشهيد وبنت الشهيد الله يرحمه، متشكرين لحضرتك جدا على المكالمه. طبعا احمد احنا لو قعدنا نتكلم عنه، انا حتى لما بتيجي سيرته انا نفسيا مش عارفه يعني اوصفها ازاي. طبعا احمد كان شاب من الشباب المحترمه جدا عندنا في البلد، اخلاق، وكان ولد كويس جدا، الدنيا كلها بتشهد له بكده. فطبعا اللي حصل ده هو في نفس الوقت، هي طبعا احمد فقد حياته نتيجه تهور، وده بقى بيحصل اللي هو الانسان ما بيملكش نفسه ساعه الغضب، ودفع الثمن غالي قوي. والدته اللي هي بنت الشهيد وام الشهيد، يعني الله يكون في عونها ويصبر قلبها، يعني فقدت الاثنين، وكان هو ده بالنسبه لها الولد الوحيد. الله يكون في عونك ويصبر قلبك يا رب. شوفي حضرتك، احنا كنا نوهنا قبل كده وقلنا
عشان بس اولا المحكمه والقضاء هيجيب لها حقها، القانون بيجيب الحق. أيوه. بس لابد نفرق، عشان بس هي بتقول احنا بقالنا 3 4 اشهر. يا جماعه ما احنا ده اسمها مرحله التحقيقات النيابه والتجديد. حبينا نفرق في قضايا الدم، قلنا ان قضايا الدم تفرق ازاي حضرتك النهارده؟ قلنا ان في حاله اسمها حاله ضرب افضل موت. ايوه. وقلنا ان في قتل عمدي. وقلنا قبل كده ان القانون دايما لا يقاس بالكم، هو يقاس بالكيف. تمام. يبقى العله في القضيه اللي معروضه امامنا النهارده هو الكيف. ايوه. ايه القصد الجنائي؟ ايوه. هل هو كان ضرب وحصلت مشاجره من خلالها ادت لوفاته؟ فده أيوه. اسمه ضرب افضل موت. ايوه. هل كان في قصد وعمديه وهو استكمل ان هو تعدى عليه؟ فده يبقى في قتل عمد. أيوة. منطقة بقى ان حتى الان القانون لم يؤتي ثماره ونتاجه ان هو ادالها حقها، حضراتكم احنا في جمهورية مصر العربية عندنا قانون ملزم ومنفذ. تمام. ولكن زي ما حضرتك النهاردة ليك حق كمدعية او كمجني عليك او اهلية المجني عليهم. أيوة. برضو المتهم ليه دفوعه وليه اصوله وليه دفاع. تمام. النهاردة اللي بيقدر يثبته او عدم اثباته. أيوه. يبقى انا النهارده حضرتك قدام عمله واحده. أيوه. النهارده في متهم وفي مجني عليه. أيوه. المفترض النهارده انا كاهل المجني عليه. أيوه. زي ما الاستاذه اتكلمت وقالت. أيوه. يبقى المفترض النهارده لو في عمديه يبقى المفترض ان في كيديه قبل كده. أيوه. في خلف سابق، يبقى الكلام ده المفترض على اهليه المتوفي الى رحمه مولاه ان هم يقدروا يثبتوه. أيوه. بالتالي برضو من حق المتهم ان هو ينفي الواقعه ديت. الكلام ده كله حضرتك النهارده بيرجع مرجوعه لتحريات المباحث، بيرجع للنيابه بتحقيقات في محكمه موجوده. حضرتك حقك هيوصل لك باذن الله عز وجل، القانون ملزم، في قانون في بلدنا، ما تقلقيش. وفي حاجه حقك كمان هيوصل لك باذن الله. في حاجه كمان احنا بنتكلم عنها، قضايا القتل بقت كتير جدا، ومن ابشعها الجريمه اللي حصلت في كفر الشيخ عندنا، اللي هي الام واولادها قتلوا يعني والدهم. ده كانت ابشع جريمه، يعني كان رئيس المباحث ما شاء الله وكشفها يعني على طول في ثانيه، كان جامعة التحريات. هو شوف حضرتك يعني بس بقوا كتير شباب كتير بتدفع عمرها. انعدام الاخلاق. ايوه. يعني احنا عايزين نعرف الاسباب. المجتمع الاسري حتى النهارده احنا حلقتنا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على الاسره. ما هو بتتكلم على المجتمع. تمام. الاب والام. فالنهارده اذا كان المنشا خطا فانت هتنتظر منه ايه؟ ما انت خدت حضرتك ازاي؟ كل اناء ينضح بما فيه. معلش في استثناءات، ممكن يكون في بيت الناس اللي فيه ناس محترمة جدا. أيوة. حتى لو تم فساد أحد أفراد الأسرة ويبقى واحد. أيوة. ولكن تمام. المنظومة كلها صح. بتبقى منظومة معتدلة. أوه. برضو نفس النظام، مثلا لو عائلة برضو فيها فساد برضو ممكن يطلع استثناء يكون في إنسان صالح وسطها. فالنهاردة حضرتك الأساس زي ما حضرتك قلتي في بداية الحلقة إن الأسرة هي عماد المجتمع. صح. فإذا هدمت أركان الأسرة هدم المجتمع. عشان كده ابليس بيلبسه التاج. ما هو خلاص بقى. خلاص. يعني اصل اللي قتل قتل واحد، اللي ضرب ضرب واحد، اللي سرق سرق واحد. ذنوب كتير. اما النهارده حضرتك باجي على النواه، على الاصل اللي هو الاسره. الاسره. ما هي لو الاسره تم هدمها فبالتالي المجتمع بالكامل. حضرتك بتلاقي بنات بتتربى في احضان رجاله غريبه بسبب انفصال مامتها عن باباها وبتتجوز راجل تاني. ما هو للاسف بتلاقي ولد والزوجه ما بيشوفوش النتاج ده. وكل التاثير ده بيجي هو يا ريت الاب من هنا يعرف ان بنتك لو انت سبتها وطلقت او انفصلت عن زوجتك هتتربى في حضن راجل تاني، انت هتقبل كده؟ انت كراجل هتقبل كده؟ ده غير ان احنا معانا تقرير مهم جدا اتمنى حضرتك تشوفه دلوقتي، يا ريت نشوف التقرير مع بعض. تقرير عن، انا رحت محكمه الاسره امبارح وشفت قدامي منظر بجد، المنظر ده يمكن انا يا فندم محاكم الاسره في تقارير بتقول ان النهارده اتفضل. عندي في سنه 2009 كان اللي معدل الطلاق ده في الحالات الايه الفرديه بيوصل ل 141,000. أيوة. ده ايه في التراضي، في حالات التراضي زي ما قلنا ان في حكم حضوري على الابراء. أيوة. غير قضايا المحاكم وصلت سنه 2018 ل 211,000 حاله بالتراضي، ده غير المنازعات القضائيه في المحاكم. ايوه مليان تعدد القضايا. انا شفت امبارح والله، يا ريت نشوف التقرير مع بعض الاول. نشوف يا فندم. اتفضل. تعرفيش عنه اي حاجه؟ متجوز كده؟ متجوز. وسايبك بقالك قد ايه؟ بقالي 4 سنين. اسمك ايه؟ سلمى. ايه؟ سلمى. ايه؟ سلمى. سلمى. انت هنا ليه يا سلمى؟ جاي مع ماما هنا ليه؟ ما تعرفيش. هي انت جايباها معاكي؟ لازم البنت تيجي؟ لازم القاضي يشوف.
في المدرسه قالوا لي لازم شهاده بطاقه الاب، لازم صوره بطاقه الاب. وما معكيش صوره لو؟ معايا صوره بس منتهيه. طب ما اتصلتيش بيه ليه؟ ابعت لك صوره البطاقه. هو فين اساسا؟ ما عرفنا، ما نعرفوش الا رقم تليفون بس. رقم التليفون؟ اه. قال لك لا مش راضي يبعتها يعني ولا ايه؟ قال لك مش ان شاء الله ما اتعلمت. انتوا منفصلين بقالكم 4 سنين؟ مش منفصلين، هو سابنا. يعني انت مش مطلقه؟ لا. هو سابك بس كده بالاربع بنات ومشي وراح اتجوز كمان. برضو ولايه تعليميه. انا شايفه ان كل الاطفال دول جايين عشان كده. طيب انت ايه المشكله عندك؟ انت مطلقه ولا منفصله ولا ايه ظروف؟ خلع. بلده مش انت منين؟ محافظه البحيره. هو محافظه البحيره. انا بلطيم. وانت بلطيم؟ طب انت متجوزاك وانت اول واحده يعني في حياته ولا ايه؟ الحال كده فجأة يعني ايه اللي خلاه يمشي؟ او اشتغلش هو، ما مشاش، انا اللي مشيت. انت اللي مشيت؟ انت كنت هناك اساسا؟ يعني انت متجوزة هناك وجبت ولادك وجيتي. طب ايه اللي وصلك لكده يعني؟ او ايه، معلش يعني حاجة نبذة بسيطة كده. ما بيشتغلش، ما بيشيلش مسؤولية مثلا؟ ده كان الدافع وراء ان انت ترفعي ال طيب ودولت بناتك مش كده؟ يعني هي المشكلة دلوقتي موضوع ال شتيمة واهانة بقى وشك وكلام من وهو اتجوز بقى ولا؟ لا. وبقى لك قد ايه دلوقتي؟ سايباه هنا؟ ما حاولش يصالحك؟ ما حاولش يتكلم معاك؟ لا، بيبكي بالدموع. حاول يعني؟ حاول. طب ليه ما نرجعش عشان خاطر جايز يتغير؟ لا ما بيتغيرش. يعني انت جربت قبل كده وجربتي كتير؟ كتير. ودلوقتي ما عندكش ما تحاول يعني مثلا؟ ما فيش محاوله عشان خاطر البنات؟ لا. طبعا انت شايفه ولايه تعليميه، يعني انت متبهدله بيهم ومش قادره. ظروفك ايه؟ طب بتصرفي عليهم منين؟ يلا الحمد لله. ما فيش دخل ليكي ولا في نفقه بقاله سنه ونص مثلا ولا في اي حاجه ولا مصاريف ولا؟ انت لازم تجيبوا ولادكم. لازم تجيبوهم هنا. دبلون على طلب القاضي. ان هو يشوفهم يعني. عشان يتاكد ان هي بنتك او مش بنتك، معاكي اوراق تثبت بكده او لا. طب وانت ايه اللي ناقص في الورق بتاعها؟ اقعد انت ساكت. القبض اللي بنتي اللي هي عايشه منه دلوقتي عايزين يشيلوه، فقالوا لي لازم تعملي ولايه تعليميه ان انت حاضنه لها. حاضنه البنت. عشان يطلع لها كمان القبض بتاعها اللي هي بتاخده من الشغل الاجتماعي. وتوقف يعني ولا ايه؟ هم عايزين ورق ان هي في التعليم وكده عشان هم يصرفوا لها الاب. ايوه. جينا لكم بعد التقرير اللي انتم شفتوه، طبعا حاجه على ارض الواقع، حاجه انتم شايفينها قدامكم، حاجه انا بصراحه اصطدمت لما شفتها امبارح في محكمه الاسره. شفت اطفال موجودين كتير جدا مرصوصين وقاعدين جوه في المحكمه، وده اللي خلاني عملت التقرير ده عشان يبقى حاجه يعني الناس تشوفها. الاب اللي هو سايب ولاده ومشي وراح اتجوز، والاب التاني اللي في بلد تانية وبرده سايب 4 بنات، ده في واحد سايب 4 بنات. يعني انا عايز اعرف انت جبت قلب منين؟ يعني انا يعني الواحد غالي. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ الراجل اللي يسيب يعني في واحد منهم سايب 4 بنات، واحد تاني سايب بنتين، بنت تانية اللي واقفه 10 سنين ما شافتش والدها وسابها ومشي وراح اتجوز. برده هنرجع لنقطه اللي هو الاختيار. طبعا الاختيار احنا الاساس، ولكن كل شيء مقدرات. أيوة برضه، ما احنا ساعات بنختار وبتحصل الظروف. يعني طيب ايه راي حضرتك في التقرير اللي حضرتك شفته دلوقتي؟ شوف حضرتك، هو التقرير ده وطبعا ما بيصرفش، واحده بتقول ما بيصرفش، واحده بتقول بيضربني. شوفي حضرتك. أيوة. انت التقرير ده يعتبر لا من كل حاجه، يعني احنا هنتكلم في الضرب يبقى. أيوة. في طلاق للضرر. أيوة. وعلينا اثباته. في واحده مش مطلقه معاها طلاق. في حضرتك مثلا النهارده اختلفت انا وزوجتي ومعايا اولاد والاطفال. تمام. الاطفال ده المفترض ان انا حضرتك قاعد مثلا في القاهره والسيدي. أيوة. انا متزوجه هي مثلا من البحيره. أيوة. من اسكندريه. فبطبيعه الحال هتاخد الولاد وتسافر. تمام. الولاد دولت في مدارس. في حضانه. في اجراءات اللي هي الولايه التعليميه. اللي هي الولايه التعليميه. ما انا ده النتاج، ده المسمى. ما هو ده سبب. طيب. ان انا النهارده حضرتك الولاد موجودين معايا في اسكندريه. ايوه. طب انا عايز اقدم للولاد. أي. وانا في مشاكل بيني وبين الزوج، وللاسف احيانا الازواج بياخدوا الاولاد كاسلوب تعنت. يعني انت النهارده بتعاند مين؟ لا ده دول بقى رامين ولادهم. لا ده يقول لك يعني ما يتعلموش. أيوة. يعني كان حضرتك. أيوة. الاول في القانون هو هي قالتها هي. ايوه يا فندم، ما هو النهارده حضرتك كان في القانون الاول. أيوة. انا ما اقدرش كست ان انا اقدر اتصرف واتحرك. فالنهارده استحدث بعض القانون برضو من ضمنها ان ادى الحق للزوجه في الولايات التعليميه. ازاي حضرتك النهارده انا في اسكندريه معايا اولادي كزوجه وعندي مدارس. أيوة. النهارده المفترض ان الوالد الطبيعي موجود اللي هو الاب، ولكن في خلافات مش قادر اجيبه فيقعد يتعند من خلال اولاده ويستغلهم كفرصه. حضرتك شايف حتى لسه قدامنا التقرير. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. في واحده فيهم بتقول انا اتجوزت
ورحت عشت معاه هناك، هو ما بيصرفش عليا. ما احنا هنخليها في الولايات التعليميه عشان انت قلت له احنا هنخليها في الولايات التعليميه، احنا ندخل بعد كده في النفقات. طيب هنخش في النفقات بس نخلينا بس في الولايات التعليميه. طب انت حضرتك عارف هم رايحين بس عشان ايه؟ يعني هي راحه تقدم لبنتها اللي معاها طفله صغيره دي، كانت رايحه بس تقدم لبنتها في المدرسه ومعاها معاها بطاقه منتهيه، بس احنا عايزين بس رقفه. هي دلوقتي جايه المدرسه تقدم لبنتها والسنه هتخلص، تضيع وقت يعني. لا حضرتك بيبقى برضو في بعض التسهيلات، يعني بتقدر مثلا المحكمة لما تاخد بتقدر طرار. حضرتك تقدم طبعًا. البطاقه بتاعتها او بتقدم على بطاقه جديده وبتجيب الكعب وبتقدم. لا ده جوزها رافض، بطاقه زوجها. لا يا فندم، بطاقه الزوجه، بطاقه الزوج، بطاقه الزوج مش راضي يبعت البطاقه. تمام. لا ما احنا قلنا ان النهارده عشان كده القانون ادى الحق في حاجه اسمها الولايه التعليميه، مش محتاجاه. ما هو عشان يحكموا بيطلبوا طلبات. حضرتك تمام. انت فاهم يا فندم. انا وصلاني حضرتك ده شغلي. ما هو انا ما انا يا فندم يا فندم هي مع احترامي وتقديري ليها، هي ممكن تكون قايله لك معلومه غلط. مين اللي قالك ان انا مضطر ان اجيب صوره البطاقه؟ لا المدرسه، انا بتكلم على المدرسه يا فندم. المدرسه حضرتك، انا النهارده بقول في ولايه تعليميه، الولايه التعليميه حضرتك، انا النهارده اصبحت غير ملتزم ان انا اجيب صوره البطاقه بتاعته. تمام. لان انا باخد حكم من المحكمه، الحكم ده حضرتك بيقول ان انت صاحبه الشان، انت القادره على تغيير المدرسه، الامور اللي هي خاصه بالامور التعليميه. ايوه كلام جميل. أيوة. كلام حضرتك. يبقى انا بقى مش محتاج البطاقه. لا انا اقول لحضرتك بقى، هي اللي قالته لي بالظبط كده. هي تقول زي ما تقول. قالته في التقرير. هو احنا قلنا لا في نقطه بس في حلقه مفقوده. اتفضل. هي راحت تقدم في المدرسه، خدت الملف بتاعها وراحت تقدم لبنتها، واحنا خلاص يعني باقي اسبوعين والمدارس الحكوميه او الحضانات هتقفل. فجت طبعا المديره او السكرتيره بتاخد الورق منها، قالت لها احنا عايزين صوره بطاقه اللي هو الولي. ايوه يا فندم ما تقول. فراحت بقى على ما تلحق تروح تعمل ولايه تعليميه هيكون خلاص المدارس قفلت. هي دي المشكله. ما هو اصل اقول لحضرتك حاجه برضو، معلش انا اسف يعني. فضل. هو حضرتك المشكله بتاعتها مش هتكون قائمه بقى لها اسبوع واسبوعين؟ احنا مشكلتنا كمصريين برضو في اي حاجه الطابور والوقت الضايع ونيجي نحملها لحد تاني. هي النهارده حضرتك لسه في مشكله، المنازعه بتاعتها بدأ امبارح ولا اول امبارح، وقلنا ان في ولايه تعليميه بتحجب كل الطلبات ده حضرتك، لان ده قرار من المحكمه يجب على الجهه التعليميه او الجهه الاداريه ان هي تنفذه. تمام. ده فيما يخص الولايه التعليميه. في حاله الطلاق، في حاله الطلاق الزوج بيكون ملزم بالمصاريف كامله؟ ايوه يا فندم. اصل الطلاق لو الطلاق اصل النهارده في نفقات، في قلنا في نفقات خاصه بالاولاد. ايوه المفاجاه بقى. وفي نفقات خاصه بالزوجه. لو الزوجه طلقت طلاق غيابي لها نفقات خاصه. تمام. لها متعه ولها مؤخر ولها صدقات ولها مؤخر وليها وليها وليها، لها نفقات خاصه. طيب لو هي اتطلقت حضوري خلاص ما عادش في حاجه. طب هل نفقات الاطفال بتسقط؟ لا تسقط، لانه مش حق مكتسب، ده حق اصيل. تمام. طيب النهارده اللي حضرتك بتتكلمي فيه اللي هو كانت الزوجه تيجي تقول والله انا خدت احكام مثلا احكام نفقات. أيوة. واحكام النفقات ده حضرتك انا مش قادر انفذها. هي دي المفاجأة. ولو جيت انفذها حضرتك. ايوه يا فندم. المفاجأة اللي حضرتك اعلنت عنها. ايوه فندم. ولو جيت انفذها حضرتك. أيوة. ولو جيت انفذها حضرتك. أيوة. النهارده انا واخده مثلا نفقات متجمد نفقه ورفعت بيه دعوى حبس. تمام. والنفقات دي مثلا وصلت 70,000 100,000 200,000 مليون جنيه، ايا يكن المبلغ. أيوة. حضرتك النهارده القانون في دعوى الحبس قال لك هتاخد شهر، فيجي يقول لي خد الاحكام اللي تاخديها ولف سنه واتنين وخد عليا متجمد ورفعي دعوى حبس، وفي الاخر هروح انا في الشهر. وفين بقى حضرتك في الاسم او المركز اللي تابع له؟ لانه مش هيتسجن ويترحل. تمام. لانه شهر. طب امال القانون النهارده عامل ايه؟ أيوة. القانون النهارده بقى حضرتك قال لك لا اقف هنا. القانون النهارده. أيوة. ما هو اللي حصل ان القانون القانون رقم 6 لسنه 2020 تم الاقرار به في توقيت وزمن الكورونا. تمام. فعشان كده في بعض الناس، في بعض الاشخاص اصحاب المشكله نفسهم اللي هي الزوجه او بعض الزوجات ما تعرفش حاجه عن القانون ده. القانون ده بيقول لحضرتك النهارده. أيوة. القانون ده بيقول لحضرتك القانون رقم 6 لسنه 2020 بيقول ان النهارده لو ثبت ان النهارده في حكم واجب النفاذ من نفقات ولم يقوم الزوج بدفع هذه النفقات لمدة 3 أشهر متتالية مع إنذاره سابقا بسداد هذه القيمة المستحقة عليه من النفقات وجبة النفاذ، إذا لم يقم بسداد هذه النفقات من حق الزوجة اللجوء لمحكمة الشق الجنائي بقى، للمحكمة الجنائية، لمحكمة الجنى. تعمل إيه حضرتك النهاردة؟ ترفع دعوتها وتقول النهاردة إن الراجل ده ما بيسددش النفقات بموجب الحكم ده. فبالتالي من حق القاضي يديله ايه؟ خدي بال حضرتك بقى المفاجأة. تمام. ما عادش شهر بقى. القاضي من حقه لا اما يديله سنة حبس
او غرامه 5000 جنيه. تمام. او احدى هاتين العقوبتين او العقوبه مزدوجه. بس ده اختياري النهارده للقاضي. طيب لو تم تكرير نفس عدم استجابه لسداد النفقات. في الحاله دي بقى بيجب على القاضي ايه بقى حضرتك؟ ان هو ما يديش غرامه 5 لا ويديله عقوبه الحبس اللي هي السنه. تمام. يبقى بالتالي النهارده حضرتك اما يجي ما ينفذش نفقات هيبقى في حكم، وفي حاله العود كمان حكم بالحبس مش بالغرامه. ده ايه كمان بقى سعادتك النهارده؟ الدوله وقفت في كظهير في ظهر وركن ركين للست وبتدعمها. ازاي؟ النهارده حضرتك مش بس ان انا باخد دعوه حبس واخد حكم كمان حبس، لا ده الدوله قالت وقف جميع النشاطات والجهات اللي بيتعامل معاها من خلال مرافق، من خلال ان هو لو عايز يجوع يطلع جواز سفر النهارده بيمتنع عليه ان هو يسافر غير ما يسدد النفقات دي. طيب النهارده حتى لو انت النهارده تصالحت مع الزوجه وفي نفقات في بنك نصر لابد تسددها، طيب انت النهارده عندك مرافق عامه، الدولة قالت ان انا هقف كظهير مع الست صاحبة الشأن المظلومة او المتظلمة ديت وهقطع عنه جميع المرافق. تمام. لو ثبت ان في حكم عليه واجب النفاذ في النفقات وهو ما سددهوش، يبقى النهارده الوضع ما عادش ان انا باخد شهر واسيبه، لا ده النهارده بقى في حكم، في حكم يصل لحكم الحبس، في كمان ان الدولة نفسها وقفت وتكاتفت مع الست عشان تقدر تاخد حقها، وده شيء محترم جدا وشيء طبعا بيقول ان احنا كدولة عايزين نقفوا مع الست. ممكن الراجل النهارده يجي يقول لك انت بتظلميني. ايوه انا ما ظلمتكش. انت اذا كان في نفقات هي خاصه بولادك. انت النهارده عشان نتكلم بمنتهى الصراحه يعني النهارده الراجل يعني معلش الولد النهارده بيتكلف قد ايه؟ وتلاقي الاحكام 500 اللي هو تقدير النفقه. تقدير النفقه. تقدير النفقه تمام. بص حضرتك شوفي حضرتك بقى. ايوه تمام. تقدير النفقات ده بيرجع لمراجع معينه. تمام. لو انا النهارده الزوج حضرتك النهارده موظف. ايوه. فده الامر متروك وبسيط جدا لان انا هجيب تصريح من المحكمه واروح اقول يا جماعه يا اهل الخير الراجل دوت في وظيفته بيقبض كام؟ الراجل ده مثلا بيقبض 5 قروش، وبالتالي العمليه بتكون تقديريه لمين؟ للقاضي. للقاضي. تمام؟ خلاصه كده مع وجود تحري. ولكن النهارده حضرتك بقى لو انت متزوجه رجل اعمال او متزوجه رجل عمله عام. مش ما اقدرش اسيطر عليه، ما اقدرش اقول دخله قد ايه في الشهر. أيوه. دي بقى حضرتك بنطلب حاجه اسمها تحري. ايوه دي تحريات المباحث. وبرده حضرتك ان انا اقدر احيل القضيه للتحقيق لاثبات امكانيه الزوج. ليه بقى؟ لان النفقات حضرتك بتقدر حسب يسر وعسر الزوج. تمام. ما يجيش حضرتك النهارده زوج دخله مثلا 10000 جنيه وهو غير متزوج بحد وما بيقولش حد تاني. في الحاله ديت مثلا نفترض لو عنده ولد او بنت او اتنين فبيدفع 3 بيدفع 5 حسب ما يقدره القاضي، عكس ما يكون النهارده واحد ظروفه مثلا 1000 2000 فلابد بيؤخذ على مقدار اليسر والعسر للزوج. طيب احنا عايزين في حاجه معلومه مهمه جدا برضه. اتفضل. اللي احنا برضه اتكلمنا عليها في القايمه بس مش هتكلم في القايمه. لا حضرتك الشكوى دي بالذات تحديدا من الشكاوى المستثناء لابد ان تقدم اما عن طريق وكيل بتوكيل خاص. أيوة. واما عن طريق المجني عليها بشخصها. لو قدمت بوكاله عامه في القضايا في الحاله ديت بتاخد بطلان طبقا لنص الماده 3 اجراءات. تمام. طب احنا عايزين نرجع بقى لبدايات محكمه الاسره اصلا، يعني في شرط خاص برفع دعاوي الاسره عموما؟ طبعا في طرق، في طرق تمهيديه بس في خلاصه سريعه بقى ناخد الجزئيه دي. طيب طبعا محكمه الاسره أيوة. اما انشئت تمام سنه 2004 كان في اجراءات لابد تتبع لاننا احنا قلنا القانون دايما في حاجتين شكل تمام. والموضوع تمام. الشكل هو ده اللي بنتكلم عليه زي ما قلنا مثلا القايمه والشكوى اللي هي مقدمه بالحكم واجب النفاذ في النفقات لابد ان يقدم بوكيل خاص او بالشخص بنفسه. لو لم يقدم بوكيل خاص او المجني عليها بشخصها تبطل الدعوه. يبقى انت النهارده حضرتك رافع قايمه وليك حق فيها واجراءاتك صحيحه ولكن المنظور الشكلي زي ما احنا كده بنقولهم بالبلدي ايه الجواب بيبان من عنوانه. فبالتالي حضرتك النهارده في اجراءات متبعه. ايه الاجراءات المتبعه في محكمه الاسره؟ اولا انا ما بروحش ارفع قضيه على طول. لا انا الاول في حاجه اسمها خبراء. الخبراء دولت حضرتك اللي انا بقدم قدامهم ملف تسويه. ملف التسويه حضرتك ده اللي بتتقدم بيه الزوجه بتقول والله انا عندي مشكله فيها 1 2 3 وبالتالي بتقعد قدام اخصائيين اجتماعيين وخبراء بيناقشوا الموضوع يقولوا لها معاكي 15 يوم هنبعت للزوج
والنهارده والله حتى الاخصائيين الاجتماعيين ناس متفاهمين جدا سواء مع الزوج او الزوجه، عشان ما يبعتش جواب بيقول لو سمحت امسكوا لنا رقم التليفون عشان نقدر نتواصل تمام. وما يقولش انا ما اقولش. احنا طبعا الكلام في قضايا الاسره احنا ما اتكلمناش في حاجه، لان قضايا الاسره موضوع كبير جدا. انت حضرتك جالك مداخله كانت من اهم بصراحه النهارده، كانت مفاجاه لنا كلنا مداخله ام احمد، وغير التقرير اللي احنا عملناه وحضرتك يعني اتكلمت عنه. المهم ان احنا بنتمنى ان احنا نعمل حلقات تانية والله، لان القانون احنا كلنا غير مدركين بالقانون وعندنا عدم وعي بيه، غير لما بنقع في مشكلة ويكون الوقت راح زي ما بيقول. معنى المفترض ان القانون متشكر. مش حاجة اسمها ان انا ليا حق، لا ده واجب عليك للأسف بتعرف. والله احنا بنعيش بنتولد بورقة وبنموت بورقة. وقت برنامج خلص بسرعة مع حضرتك والله يا فندم، متشكرين قوي لوجودك وشرفتنا، ومشكرة لأسرة البرنامج واللي ورا الكاميرا واللي في الاستوديو، شاكرة ليكم كلكم وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وانتظرونا الجمعه القادمه ان شاء الله في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.